فيها، لان احنا برضو الشركه زي كده زي قناه الرباط دي شركه رابحه لانها بتشتغل مع السفن اللي بتعبر في قناه السويس، وبالتالي عليها اقبال والاسهم بتاعتها سعرها هيرتفع، وبالتالي هندخل دخل للهيئه. دي اول شركه من شركات القناه. دي اول شركه عندنا، بعد كده خمس شركات. عندنا بعد كده خمس شركات ان شاء الله بالتوالي، ان احنا ندخل شركه شركه، بس الاول نبدا التجربه ونشوف نقوي من التجربه دي، نشوف نجاحها هيحصل ايه خلال ست شهور كده اللي هيتم، وندخل الباقيين ان شاء الله. الصندوق السيادي كان بدايته احنا بدانا نتكلم على 100 مليار ولا بنتكلم على ايه الارقام؟ احنا طبعا احنا عدينا ال 100 مليار. عدينا 100 مليار الحمد لله رب العالمين. ده ما كملناش كام شهر؟ لا مش كام شهر، لا بقالنا سنتين كده. سنتين تجاوزنا الحمد لله. داخلين بكام دلوقتي؟ لا ما طمن 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 والله ناس تطمن جدا. انا عايز اقول حاجه والله، يعني الحمد لله الحمد لله احنا بنعمل لوجه الله ومجهوداتنا كلها عشان بس مصلحه الهيئه ومصلحه البلد، واللي بنشوفه من سياده الرئيس والمجهود اللي بيبذله والتضحيه اللي بيضحيها براحته وبسمعته والناس اللي بتتكلم ازاي والاسلوب اللي بيعمله والمتابعه والمداومه، ده بيخلينا احنا ما نبقاش اقل، بالعكس لازم ندعم ونشتغل باقصى جهدنا ان احنا برضو وطنيين ونتم ان الهيئه دي تبقى احسن حاجه. فاحنا نطمن المصريين احنا موجودين بنخلي بالنا من الحاجات كلها، وبنخلي بالنا ان احنا نوصل لاحسن ارقام واحسن دخل للهيئه عشان البلد، وبندبق من هنا ومن هنا ونحاول ان احنا برضو نبقى في المقدمه في كل حاجه. الحمد لله هيكل سوس عالميه في المقدمه دلوقتي، فالحمد لله رب العالمين. الجزء اللي احنا رايحين له جزء الجنوب والتطوير، من ينفق على هذا التطوير، وهل موازنه الدوله تتحمل اي جنيه في هذا الانفاق؟ اطلاقا احنا الميزانيه بتاعت الدوله بتحدد، ميزانيتها هيكل سوس بتحدد سنويا مع السنه الماليه، وبيتحدد لنا فيها هندي الدوله قد ايه للوزاره الماليه يعني للانفاق على الدوله، وهيحدد لنا الميزانيه الاستثماريه اللي هي اللي احنا بنعمل بيها مشاريع وبنعمل بيها المشاريع التطور والحاجات دي كلها، وبيتحدد لنا منها كمان المصاريف الاصلاحات والوقود والمرتبات، كل ده متحدد بميزانيه بارقام. وانا حقيقه كنت واخد عهد على نفسي ان انا ما اطلبش من الدوله حاجه، انا يعني ادعم الدوله مش هاخد منها، انا الحمد لله في دخل بيخش فانا بدعم. ده اللي بيحصل، وده اللي بيحصل الحمد لله، والتزم بالميزانيه اللي بتجيلي وبحاول انظمها. انا عايز اقول لحضرتك ان الميزانيه بتتعرض عليا اسبوعيا بقى، يعني الميزانيه دي سنويا شهور مش، لكن انا اسبوعيا الدخل اللي بيخش وانا نصيبي منه قد ايه كالميزانيه اللي عاملاها الدوله ليا ومصدع عليها مجلس النواب، وببدا انا بنفسي مع الماليه نقول ده ياخد كذا ودي دي ونأجل دي شويه وندخل دي بعديها ونزود ده شويه، علشان برضو افضل ما اخدش. الحمد لله يمكن من ساعه ما تولينا ما خدناش من الدوله حاجه من الميزانيه ولا حتى مرتبات، ولا مرتبات من الميزانيه، كله ميزانيه ميزانيه متحدده للهيئه ما بطلعش بره حقيقه تانية. وبتراقب عليها كمان، يعني في مراقبه عليا وفي مركز جهاز مركزي المحاسبات وفي وزاره الماليه، يعني الهيئه شايله نفسها وكمان بتنفق على قطاعات مختلفه في الدوله. لا لازم طبعا، يعني مش كان في دخل بيخش ما لازم يروح للدوله طبعا، هو الجزء الاكبر بيروح للدوله حقيقه تانية. بنتكلم على كام شغالين في هيئه قناه السويس؟ بنتكلم حد من 15 ل 17000 واحد شغال في هيئه قناه السويس في ثلاث مدن طبعا مش في مدينه واحده. بتعملوا كمان شغل زي ما بقول كده مشروعات حاجات اجتماعيه، وشفنا سواء في الثلاث محافظات او حتى غيرهم يمكن داخلين كمان في بعض القطاعات اللي هي دعم المواطنين. طبعا احنا برضه متاخرش مشروعات قوميه طبعا سياده الرئيس بيوجه بيها، زي مثلا الاختراقات في نهر النيل، حصل فيه مشكله في نهر النيل وكان حصل فيها سدات ومش عارف ايه، احنا شغلنا فيها بالتكريك. البحيرات المصريه كلها بالكامل احنا بنشترك فيها بالتكريك عشان زنا التلوث وبقت كميات السمك بقت تتدفق اكتر في كل البحيرات. برضه المستشفيات اللي عندنا بندعم بيها، في المدارس اللي عندنا بندعم بيها، في الميه اللي بنعملها للمدن بتاعه القناه، كل دي حاجات احنا بنقدم خدمات للمواطن وما بنتاخرش حقيقه على المواطن، وبنعتبر ان برضو المدن قناه السويس ليهم حق علينا ودايما بنساعدهم في كل اللي بيطلب مننا. دي عمليه تموين السفن اللي احنا بداناها مؤخرا بدات تحقق عائد؟ احنا لسه بادئين يعني موليده، يعني طبعا دي بالشراكه مع وزاره البترول ومع الهيئه الاقتصاديه ووزاره النقل، فطبعا حاجه فيها عائد يعني ان شاء الله، لان طبعا هي كانت خدمه مهمه جدا واساسيه وليها كان اولويه اولى ان تبقى موجوده. الحمد لله تنفذ دلوقتي في السويس وفي بورسعيد، وكل السفن اللي هتبقى جايه تبقى عندها تطلع ان هو قبل ما يكمل رحلته جدا يمون، وخاصه ان هو بيقف مثلا عشان ياخد سكان السويس سنتين ساعتين ثلاثه، فممكن يتم فيها التموين ويبقى جاهز ان هو للرحله بتاعته بعد كده. دخلنا في صناعة اليخوت واليخت اللي احنا موجودين عليه صناعة محلية بالفعل، هل في 100% ولا في أي عنصر أجنبي في هذا الصناعة؟ وده يعني إيه بالنسبة لنا؟ وهل هناك طلب بالفعل وإقبال على اليخوت؟
طبعا هي صناعه مصريه 100%. طبعا المولدات والمكنات بتجاب من بره عشان احنا لسه ما وصلناش للحته دي، لكن الصناعه بالكامل وحتى تركيب المولدات والمكنات كلها والتصميم والتنفيذ كله مصر، شركه لسانه جنوب البحر الاحمر بتعاون مع شركات القطاع الخاص زي ما سياده الرئيس قمر دخلنا معاه شراكه ان احنا ننتج ده، احنا دول بنسوقهم دلوقتي وبنعرضهم، وفي علينا طلب دلوقتي فوق عن 120 طلب ان احنا يجوا 120 طلب؟ حاليا دلوقتي بس ده 120 طلب. احنا في حوالي 3200 قائمه الانتظار في العالم كله للانشات، لان في يعني في عايزين نقول في شورتش في انتاج اليخوت، وبالتالي في طلب عليهم، وبالتالي احنا بقى جاهزين لكده. زي ما بنعمل برضو المرايم بتاعت صناعه اليخوت لليخوت، يعني ان احنا بنروج لصناعه اليخوت او لسياحه اليخوت في مصر، فاحنا عاملين مارينا على احدث مستوى ان شاء الله تحضروا معانا في الافتتاح بتاعها خلال الفتره الوجيزه المقبله، ويكون سياده الرئيس الشرف. عباره عن ايه؟ اشرح للناس لاول مره يكون عندنا ده. المارينا طبعا هي المارينا دي عباره عن مكان بيستوعب اليخوت دي الموجوده، اللي كان قديم المكان القديم كان بيستوعب حوالي 12 يخت، احنا دلوقتي بنطوره يوصل 85 يخت. ما كانش فيه خدمات قبل كده خالص، دلوقتي بنعمل فيه خدمه ان هو ممكن يبقى في تمويل للوقود برضه لليخوت دين، في اصلاح لليخوت لو عايز اصلاح، او تخزين لليخت. في ساعات في اوروبا ناس كتير بيجي عايز يخزن يخت 6 شهور بتوع الشتاء عشان الجو هناك بيوحش ممكن يحصل له حاجه، فيجي عايز في جو زي دون او في موقع زي يخزن اليخت بتاعه ونحافظ له عليه، وبناخد طبعا ايجار يومي على الموضوع دون. فاحنا بقى عندنا الخدمه دي، خدمه المطاعم وخدمه شراء الملبوسات، يعني كلها حاجات كلها درجة أولى، بحيث السائح لما يجي يلاقي حاجة تقدر قطع غيار لل من حاجات أماكن ترفيهية، شراء لبس، يعني جيم وشاكوزي وكل حاجة، بحيث الراجل يجي يسيب اليخت بتاعه يقعد عندنا لغاية لما يجي ماشي تاني إن شاء الله.